حكينا في المحاضرة الماضية وصلنا للإكويشن هاي إنه الستيدي ستيت إيرور أوكي بنقدر نحسبه عن طريق الفاينل فاليو ثيورم اللي عن طريق الليمت أز أس أبروتش الزيرو لأس في إي أوف أس وجينا عوضنا الإي أوف أس اللي هي هاي وطلع معنا الفاينل فورمولا اللي راح نشتغل عليها في التشابتر الحالي كله هذا هاي عبارة عن الفاينل فورمولا اللي راح نطبقها في التشابتر وإذا انتبهنا للفورمولا هاي اللي هي الستيدي ستيت ايرور حكينا في المحاضرة الماضية ووقفنا عندها إنه الستيدي ستيت ايرور بيعتمد على تو فاكتورز مين هن؟ هي أول واحد اللي هو النومريتر بارت أوف ذا نومريتر اللي هو بيعتمد على الإنبوت سيجنال أوكي نشامل الإنبوت سيجنال اللي هي موجودة جزء من النومريتر والشغلة الثانية اللي بيعتمد عليها اللي هي الفورورد باث ترانسفير فانكشن اللي هي جزء من الموجود في الدينومينيتور وبالتالي هذول هن التو فاكتورز اللي بيعتمد عليهم الستيدي ستيت ايرور واحنا بخصوص الانبوت سيجنال راح ناخذ 3 كيسز ونحلل لهم الستيدي ستيت ايرور اللي هن هذول اكثر الانبوتس شيوعا واستخداما في اي كنترول سيستم اللي هو الستيب انبوت يعني ستيب فانكشن يعني دي سي فاليو والرامب اللي هي تي والبارابوليك اللي هي تي تو ذا باور 2 وراح ناخذ الترانسفير فانكشن هسه ونحلله بناء على سيرتن كرايتيريا هسه راح نبلش فيها بالتالي لو افترضنا انه الجي اس اللي عندنا اللي هو الفورورد باث ترانسفير فانكشن جي اوف اس هو عبارة عن numerator polynomial over denominator polynomial n over d ال n اللي هي numerator وال d denominator والشرط اللي عندي هنا شامة لل numerator وال denominator polynomial انه هذول ال two polynomials اوكي ممنوع يكون فيهن اخر تيرم اللي هو الكونستانت تيرم اللي هو يكون في زيرو بالتالي الشرط اللي عندنا للنومريتر والدينومينيتر اللي عندي هو ممنوع يكون في اخر تيرم يكون عندي ايش زيرو اللي هو الكونستانت بالتالي عشان هيك بدنا نعيد كتابتها احنا اذا افترضنا ان النومريتر بولينوميال هيو انث اوردر بولينوميال النومريتر هو عبارة عن nth order polynomial يعني ممكن يكون third, fourth, whatsoever بس أهم شيء فيه إنه يكون آخر term اللي هو constant term not zero هذا بما يتعلق وين؟ في النومريتر والدينومينيتر polynomial اللي هي d of s برضو بدنا نعملها formulation إذا كان في عندي فيها أي common power of S يعني مثلا إذا كان عندي فيها آخر term في D of S is equal to zero معناته إن شاء ما بدنا نطلع certain common S to certain power برا بطلع polynomial جديدة بسميها D star والD star بنطبق عليها الشرط هذا اللي هو نفس الشرط اللي بنطبق على النومريتر بالتالي لاحظ الدي ستار بعد ما طلعنا منها الاس تو سيرتن باور اوكي شرطها الدي ستار انه يكون فيها اخر تيرم انه نوت زيرو بالتالي صار عندي الدي ستار والان هذول بنسميهم proper polynomials شرط ان نشامة هاي البولينوميال والدي ستار انه يكون اخر تيرم فيهن اللي هو الكونستانت not equal to zero سواء في النومريتر او في الدينومريتر واضح نشامة وبالتالي على سبيل المثال
لو كان عندي g of s هي عبارة عن مثلا s to the power 3 plus 10 s to the power 2 plus 5 over s مثلا to the power 4 plus 6 s to the power 3 plus 7 دكتور انا مش طالع عنا اللي بتكتبه. سوري دقيقة شوي. دكتور بس ممكن اذا بتقدر من عندك تضيف حاكم، ما بعرف كيف الآلية او الطريقة. هو شو ماله؟ بيحاول يدخل على المحاضرة بس مش قادر. بس هي مبين عندي هون، شو ماله حاكم؟ ما بعرف، بعت لي على الشات واحكي لي اذا بتقدر تخلي الدكتور يضيفني. طب ليش بيظل يعني انا الاصل ضفتك وشو بخليكم تطلعوا؟ ما بعرف صدقا. ايوه حاكم، ايش هو دكتور انا هيني موجود. طيب شو القصه؟ ما اعرف دكتور. ما اعطاني اني اقدر ادخل على المحاضره الا انت تبعث لي. طيب كيف دخلت؟ ما اعرف، اجاني انه حد ضافني ودخلت عليها بس ما بين مين ضافني، يعني اجاني انه حدا ضافني بس ما بين مين. بعثت للمنسق اتوقع كومنت هون، بعرفش كتبت على السيرش اسمك بس ما بين عندي انه انت انضفت. لا هيني انا انضفت على المحاضره من قبل شوي بس انا تقريبا 3 دقائق متاخر. اول مره بضيف لانه انا ما بعرف، ما بين عندي انه انضاف حدا بس كتبت الاسم شكله انضاف بس ما انا بين. بعثت للمنسق مسج وكتبت كومنت هون انه خلي الدكتور يدخلني اذا حدا. والله ما انا داعي، انا الاصل انه خلص يعني ببدايه السمستر انا بضيفك وخلص، بس يعني شو السبب انه بتطلع وبدي حدا؟ لا دكتور انا ببين عندي انه في محاضره، ببين عندي كل شيء بس ما ببين عندي انه اقدر ادخل على المحاضره. طيب حاكم انت والمنسق بحبشوا لي شو قصه المشكله هاي، انا بدي اعرف على اساس يعني احنا بنتنور، بحبشوا لي على المشكلة هاي شو قصتها وليش هيك بصير وخبروني. ماشي تمام، ابشر ابشر دكتور ابشر. اوكي يعني بدي عبارة عن مثل هيك مشكلة، عبارة عن ان الاصل ما انا ضيفكم كل الشعب ضيفهم من البداية وفي كمان واحد متخلف ما كانش مسجل المادة بالبداية ضفتهم بعدين. تمام دكتور بناء على المنسق اعطاني اسماء وارقام. اوكي ف الاصل انه الكل هسه مضيوف الا في منسق بحكي لي عن واحد امبارح، انت اللي كنت تحكي لي يا منسق؟ يس. دون ذكر اسماء بحكي لي عن واحد انه هسه بده يضيف حاله، قلنا هذا يا نشامه بنطبق عليه المثل. شو المثل اللي بنطبق عليه؟ هسه واحد بده يضيف حاله يا حرام، شو بنطبق عليه؟ بنطبق عليه رايع الحج والناس راجعه. او مثل ثاني املاق الصيف بفروه، يعني واحد عنده فروه. لاحق الشتويه بفروه دكتور. الشتويه ولا الصيف؟ لا لاحق الشتويه بفروه. يلا شتويه حاكم يلا. او دكتور ممكن مثل بعد ما شاب. المهم يعني هذا بقى اللي قبع قبع واللي ربع ربع وهذا بعدين جاي يقول ضيف. طب وين باقي لحد هسه؟ اوكي نشامه، فانا بلغتك يا منسق قول له يسحب الماده. هذا الاسبوع السادس ولا شو دينه هذا الاسبوع؟ السادس. فبالتالي بلغ انه يسحب الماده عشان انه هذا يعني
مثل هيك اود كيسز، لا تفكروا حالكم يا شام اي واحد منكم انه يعني قاعدين تتعاملوا يعني مع واحد مسكين ولا شيء، لا انا عباره عن يعني بس اشوفك بقبنك اوكي. فبالتالي الاستهبال، حركات الاستهبال ما في داعي لها هاي اوكي، بقص خبرك اوكي نشامه. وبالتالي يعني اول اسبوع كان عنده مشكله، ثاني اسبوع كان عنده مشكله، طب والثلاث اسابيع ولا احنا بالسادس في ثلاث اسابيع وين باقي غايب فيله اوكي. فبلغته انه يسحب الماده، بعت له ايوه خليه يسحب الماده، هذا استهبال يعني اذا ظل مسجل بطصه حرمان اوكي. فوين كنا نحكي احنا؟ انقطعت حبل افكارنا يا حاكم. احنا كنا نكتب بالقلم كان احنا دقي شوي خلنا نضيف. اوكي يا نشامه هسه مبين عندكم صح؟ بينه. اوكي لو افترضنا عندي جي اوف اس اللي هي الان اوف اس over d of s numerator over denominator، هذا هو transfer function، هذا هو transfer function. هاي ال n البولينوميال، هاي n والبولينوميال هاي اللي هي d صح. طيب احنا قلنا بالنوميريتر والدينومينيتر بولينوميال لازم يكون دائما اخر تيرم موجود في البولينوميال اللي هو الكونستانت يعني الاس باور 0. بالتالي دائما يا نشامه احنا بنقدر نحقق هذا الشرط في النومريتر، بس بالدينومينيتر يمكن ما نقدر نحققه. طيب اذا ما حققناه شو بنساوي يا نشامه؟ معناته لازم نعمل ترانسفورميشن انه الان اوف اس ما عندي مشكله فيها، بس الدي اوف اس لو سحبت منها اس تو ذا باور 2 شو بصير؟ رح يصير دكتور اس سكوير بلس 6 اس بلس 7. ايوه معناته هذا اللي هسه راح نكتبه اللي هي ان اوف اس، ان اوف اس اوفر اس تو ذا باور ان في الدي ستار، هيك بالهاند اوت اللي هسه راح ارجعها. بالتالي يا نجامه لازم دائما اي ترانسفير فانكشن يكون بالستاندرد فورمات هذا اللي هو الان اوف اس لازم اخر تيرم فيها هذا يكون نون زيرو، والدي ستار اوف اس هاي اسمها الدي ستار، برضو الدي ستار اوف اس لازم يكون اخر تيرم فيها ايش هذا برضو نون زيرو. بالتالي لازم عباره عن دائما نكتب الترانسفير فانكشن اللي هي الفورورد باث ترانسفير فانكشن اللي هو جي as a transfer function where النوميريتر يكون فيه آخر تيرم الكونستانت نون زيرو، والدينومينيتر برضه يكون فيه آخر تيرم نون زيرو. وإذا كان في زيرو معناته بدنا نسحب الكومون فاكتور. مثلا هون شو الزيرو زي نشامة؟ شو الزيرو اللي عندي بهاي الحالة؟ عندي اللي هي الاس باور 1 الكونستانت تبعه زيرو صح؟ والاس تو ذا باور 0 برضه الكونستانت تبعها 0 صح. بالتالي هون عندي تو تيرمز طايرات، وين اخر تيرم موجود؟ اس تو ذا باور 2، بسحبه هذا برا وبطلع عندي برجعها لهاي، وهاي البولينوميال هل اخر تيرم فيها نون زيرو؟ دكتور بالتالي يعني شام هذا هو الهدف، اني ارجع اعبر عن البولينوميال اللي عندي او ترانسفير فانكشن اللي عندي از ترانسفير فانكشن which has two polynomials numerator and denominator polynomial where both of them the n with d star both of them آخر coefficient is not equal to zero. وإذا كان بالdenominator بالمقام في عندي زي هاي الحالة أو أي حالة ثانية مشابهة بطلع s to certain power عامل مشترك وبحول البقية إلى دي ستار، والدي ستار بترجع إنه فيها آخر تيرم is equal to zero. واضح اللي بحكي؟ واضح نشامة؟ بالتالي خلينا نرجع للتحاليل اللي كنا بنحكيها. بالتالي هاي الـ n over d، وقلنا لك إذا كان الدي
في اخر تيرم از ايكوال تو زيرو او مجموعه من التيرمز الاخيرات از ايكوال تو زيرو، شو بسوي؟ بطلع الكومن فاكتور زي بحالتنا اس ذا باور 2 وبطلع بولينوميال جديد الدي ستار. وبالتالي اذا بعيد كتابه هذا الحكي هون اللي هي نفسها 1 اوفر اس ذا باور ان في ان اوفر دي ستار، ولاحظ الشرط للتو بولينوميالز هذول الدي ستار والان، هذا التو بولينوميالز هذول الشرط تبعهم انه بالحالتين لازم يكون اخر تيرم does not equal to zero. واضح اللي بحكي؟ واضح يا شباب؟ هذا هسه كل الاشتقاقات اللي بعد شويه راح تعتمد عليه. طيب شو الهدف من الحركه هاي؟ لاحظ احنا بالفاينل فاليو ثيرم يوم نحسب الاي اس اس مش بنعوض الليمت as s approaches zero ولا لا؟ بنعوض الليمت as s approaches zero. بالتالي هون انا قاعد باخذها ضربه استباقيه. بالتالي الليمت تبع ال n of s زي ما مكتوب عندنا هون as s approaches zero شو راح يطلع؟ هل راح يطلع اخر تيرم؟ عوض الاس بصفر بالان، هاي بالان عوض الاس بصفر، هل راح يطلع بينوت ولا لا؟ نعم. طيب والدي ستار مش الدي، الدي ستار هاي اللي هي هاي البولينوميال عوض فيها برضو الاس بصفر اخر تيرم بطلع راح يطلع دي نوت، صح؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ وبالتالي اذا قمنا هذا التيرم، خلينا نقيم هذا التيرم حطه على جاب الليمت as s approaches 0 ل n over d star، هاي راح يطلع n of 0 over d star of 0 اللي هو شو بطلع؟ بطلع b not over d not، صح؟ نعم دكتور. وهذا كونه both of them is not 0 هل بطلع يعني number؟ دكتور نعم بطلع رقم، بطلع number اللي هو لو سميناه هون بيطلع اللي هو ايش؟ كونستانت، صح؟ بيطلع كونستانت فاليو اللي هي بي نوت اوفر دي نوت. هسه معناته هنا شامه هسه راح نشوف اللي هي الكومن فاكتور اللي طلعناه في المقام، هذا الباور تبع الاس اللي هي الكومن فاكتور هون راح نسميها ايش؟ راح نسميها اللي هي سيستم تايب، هيها التايب اوف ا كنترول سيستم. التايب اوف ا كنترول سيستم هي عباره عن النمبر اوف بولز اللي في الفورورد باث ترانسفير فانكشن. هاي البولز تبعت هاي الجي اوف اس اللي هي الفورورد باث، والنمبر اوف بولز اللي فيها اللي هي عددهن اللي هو عددهن ان. وبالتالي السيستم تايب اللي هون هو عباره عن النمبر اوف بولز اللي في الجي واللي هي نفسها هي number of integrators. عشانه لا تنسوا زي ما حكينا في المحاضرات الماضية انه هنا جامع الديفرنشياتر بعلم اللابلاس هو S والانتجريتر هو عبارة عن ايش؟ 1 over S. 1 over S. بالتالي هاي هنا جامع السيستم تايب اللي هو كم من معنى اخر كم من root للD of S موجود على الاوريجن، مش هاي نشامة معناته كم من روت للدي اوف اس موجود على الاوريجن؟ هاي نشامة بنسميها السيستم تايب اللي هي نفسها النمبر اوف بولز تبعات الجي اوف اس. يعني يوم اتفرج على الجي اوف اس اوكي نشامة نظره شموليه بتكون النمبر اوف بولز، ويوم اتفرج عليها ان تيرمز اوف انتجريترز بتطلع نفسها النمبر اوف انتجريترز اللي بالجي اوف اس برضه. هاي بنسميها اللي هي نفسها ان هون، هاي بنسميها السيستم تايب. بالتالي لو كانت الان بزيرو معناته ما فيش عندي ولا انتجريتر، صح؟ هون لو كان الان بزيرو ما في عندي كومون فاكتور. طب لو كان الان بواحد معناته في عندي 1 انتجريتر، لو كان الان ب2 في عندي 2 انتجريترز، لو كان السيستم تايب تبعنا ان معناته بكون في عندي ان انتجريترز. واضح يا شامة؟ اي سؤال لغايه الان؟ هسه بعد شويه راح نستخدم الحال الايكويشن هاي مباشره، بس انا حبيت اكد على انه الان والدي ستار اخر
تيرم بكل واحدة منهن نان زيرو، وبالتالي الليمت هاي الليمت للان اوفر دي ستار بيطلع كونستانت، يعني نمبر اللي هو البي نوت اوفر دي نوت، صح؟ هسه بعد شوي رح نستخدمها. خلينا نشوف اكزامبل. اكزامبل عندي هون فورورد باث ترانسفير فانكشن اللي هو جي، هون اتفرج علي يا شامة. ايوه هاي المحلولات هون. اول واحد، هل في عندي هون سنجل انتجريتر ولا لا؟ يس موجود. معناته السيستم تايب قديش؟ 1. طيب في الاكزامبل في الحاله الثانيه هون الاس قديش؟ ذا باور 3. معناته السيستم تايب قديش؟ 3. وضحت النشامة؟ بالتالي النمبر اوف انتجريترز هو نفس السيستم تايب. طيب احنا حكينا هون باخر ستيتمنت اللي وقفنا عندها في المحاضره الماضيه، في عندي تو فاكتورز بيعتمد عليهم الستيدي ستيت ايرور، مين هن؟ الانبوت سيجنال والفورورد باث ترانسفير فانكشن. هسه الفورورد باث ترانسفير فانكشن يوم اجي اعوض الاس بزيرو راح يعتمد على السيستم تايب اللي هي الان، هذا العامل المهم. وبما يختص بالانبوت سيجنال راح نحاول نجزئ الانبوت سيجنال لثري سيجنالز، مره بناخذها ستيب انبوت ومره رام ومره بارابوليك. وبالتالي خلينا نشوف اول حاله اللي هي نشامه عندنا، اللي هي بدنا نشوف الستيدي ستيت ايرور ديو تو وات؟ ستيب انبوت. بالتالي الار اوف تي الانبوت سيجنال اللي عندي هي عباره عن ستيب فانكشن اوف ماجنيتيود كي، يعني مش يونت ستيب، اللي هي ماجنيتيود كي، يعني الكي هو مش شرط تكون يونتي. بالتالي بالحاله هاي بده يكون الانبوت تبع هيو كي في اليونت ستيب فانكشن، هاي اليونت ستيب. اوكي نشامه. بالتالي لو ناخذ اللابلاس تبعها شو بيطلع؟ الار اوف اس تبعها كي اوفر اس. طيب تعالوا عوضوا معاي في الايكويشن اللي قبل شوي اللي اشتقيناها اللي هي هاي في المحاضره الماضيه، هاي هذا هو الايكويشن راح نعيد ونزيد فيها اللي هي الاي اس اس از ايكوال تو ذيس فورمولا. هاي الفورمولا اللي بدك عباره عن دائما تعيد وتزيد فيها. بالتالي هيها الاي اس اس اللي هي ليميت اس اس ابروتش زيرو لا اس في ار اوف اس على 1 بلس جي. اوكي، واللي هي اذا بنعوض هاي نشامه هون بنعوض الار اوف اس اللي هي مين؟ هاي اللي هي كي اوفر اس، عوضناها عوضناها كي اوفر اس. وبالتالي شو صار عندي؟ الاس اللي هون، ركزوا معي، الاس اللي هون مع الاس اللي هون شو صار فيها؟ اتبخر صفى عندي. هون صفى عندي، معناته الاي اس اس بحالتنا كي اوفر 1 بلس جي اوف اس، وبناخذ لها الليمت. واذا دخلنا الليمت على 3 تيرمز هذول الليمت از اس ابروش زيرو لكونستانت ما بتفرق، ولو واحد ما بتفرق. وين بتدخل الليمت؟ على الفانكشن، على الجي اوف اس اللي هي الفورورد باث ترانسفير فانكشن. طيب هسه بدنا نمسك التيرم هذا ونسميه position error constant اللي هون، هذا هو، هذا بدنا نمسكه ونسميه position error constant، والposition error constant اللي هو kp. بالتالي اللي هو هيو المقام هذا جزء من المقام سميناه kp اللي هو هيو زي ما هو هون. طيب يا نشامة، إذا عوضنا محله kp معناته هل بصير steady state error؟ هذا هو اللي هي هاي الفورمولا. اذا حطينا محل هاي البارت كي بي معناته بحصل على الستيدي ستيت ايرور هاي الايكويشن، صح ولا لا؟ صح. اوكي طيب معناته الستيدي ستيت ايرور بده يعتمد على مين؟ هاي الكي اللي هي الماجنتيود من الانبوت، والواحد واحد لا راحت ولا جت، بده يعتمد على الكي بي. هاي الستيدي ستيت ايرور بيعتمد على اللي هي البوزيشن ايرور كونستانت، والبوزيشن ايرور كونستانت اللي هي الكي بي هاي شو عرفناها؟ بدها تعتمد على الجي اوف اس اللي هي هون. معناته هسه بدنا نعمل اناليسيز للكي بي اللي بتعتمد على الجي اوف اس بناء على مين؟ بناء على ديفرنت كيسز للتايب اوف جي اوف اس. مين التايب؟ حكيناها قبل شوي اللي هي هاي، يوم كتبنا الجي اوف اس هاي، يوم كتبنا احنا الجي اوف اس قلنا لك هاي هي سيستم تايب. بالتالي بدنا نحلل
ونشوف شو عبارة عن الكي بي as a function of what system type. بالتالي نشامة هاي الكي بي الليمت as s approaches zero هاي عرفناها هون. ها احنا قاعدين نمشي معك systematic دادة دادة هاي ها هي نفس الكي بي. بالتالي تعال عوض الجي اوف اس اللي هون اللي هي نفس اللي اشتقيناها فوق. هاي هاي تكرار ما فيها شيء جديد. بالتالي اذا جينا وعوضناها يا نشام الجي اوف اس بالنهايه وصلنا لاخر فورم هذا هو صح ولا لا يا نشام؟ 1 اوفر اس ذا باور ان في ان اوفر دي ستار. طيب عوض الاس بزيرو هون بيطلع ان اوف زيرو اوفر دي اوف زيرو دي ستار اوف زيرو. وحكينا يا نشام هذا شو بيطلع قبل شويه؟ كونستنت. هذا بيطلع دي نوت اوفر دي نوت واللي سميناه كونستنت صح؟ معناته هذا البار كونستنت صح؟ صحيح. ايوه طيب احنا قلنا هيو الان نوت بي نوت والدي ستار اللي هي دي نوت معناته الان اوفر دي ستار هيها اللي هي سميناها كونستنت. معناته تعال وارجع عوض لي اياها الكي بي شو راح تطلع؟ الليمت از اس ابروتش زيرو لمين؟ ل 1 اوفر اس ان في ان نوت اوفر دي ستار نوت صح؟ وهاي هذا نمبر بنطلعه برا الليمت بنطلعه هون بنجيبه على الليفت. هذا نمبر بنطلعه برا الليمت معناته شو بده يصير؟ بده يصير بالنهايه اللي هو بي ستار اوفر دي نوت في الليمت هاي. معناته الليمت هاي بناء على الفاليو اوف ان راح السيستم يطلع الكي بي مختلفه. واضح يا نشامة؟ طيب تعالوا اول حاله يوم يكون الان بزيرو هاي الان بزيرو تعال حط هون ان بزيرو شو بده يطلع؟ شو بده يطلع الكي بي؟ 1 اوفر 1 الكي بي لا الكي بي كلها هاي بده يطلع واحد الكونستنت تطلع بده يطلع اللي هو دي نوت اوفر دي نوت صح الكي بي هيها اللي هي هاي الفورمولا تبعتها هاي الفورمولا اللي هي هون ردينا عشان ما تخربط ولا تقول عو موعدنا لك اياها. بالتالي اذا حطينا الان بصفر اللي هو التايب زيرو بيطلع الكي بي عباره عن الكونستنت اللي هو النمبر هذا صح؟ صح ماشي مع شباب ولا لا؟ نعم طيب معناته الاي اس اس بدناش ننسى الاي اس اس هاي الفورمولا تبعت الاي اس اس هاي عدنا لك اياها برضه بالتيبل عو مو ما في عندي هاي عدنا لك اياها معناته عوض الكي بي هاي اللي هي كونستانت بيطلع الاي اس اس اللي هي كي اوفر 1 بلس كي بي اللي هو برضه مره ثانيه كونستانت صح؟ نمبر ثاني. طيب اذا كان عندي سيستم تايب من واحد وفوق من واحد وفوق تعال عوض الليمت هاي شو بيطلع؟ راح تطلع انفينيتي الكي بي راح تطلع 1 اوفر 0 معناته بتطلع الكي بي انفينيتي صح؟ لا مش 1 مش زيرو دكتور ما راح يكون زيرو لا لا انا قصدي هون بيطلع اس تو ذا باور ان والان والاس بزيرو تمام اوكي هذول معناته ايش؟ راح تطلع عندك 1 اوفر 0 كله هذا 1 اوفر 0 معناته شو بتطلع؟ انفينيتي انفينيتي هاي الكي بي بتطلع انفينيتي. طيب اذا طلعت انفينيتي معناته هاي التيرم شو بيطلع؟ زيرو بيطلع زيرو واضح يا شباب ولا لا؟ 100% دكتور واضح يا شباب؟ اي سؤال نرجع لكم اي سؤال يا نشامة في حدا مطلسم في حدا مطلسم يا نشامة كله ماثيماتيكالي وهي الايكويشنز قدامك والتيبل هذا عباره عن مبني على الفورمولاز اللي اشتقيناها. طيب هسه يوم نتفرج على التيبل هذا بنطلع بمجموعه من الملاحظات اوبزرفيشنز او كونكلوجنز انه حتى يصير الستيدي ستيت ايرور زيرو نتيجة ستيب انبوت لا تنسوا انه كل التحاليل هاي احنا تحت مين لساتنا قاعدين بنعمل سامبلينج احنا قلنا راح ناخذ الانبوت ثلاث حالات ستيب فانكشن ورامب فانكشن وبارابوليك صح بالتالي لساتنا احنا باول حالة تبعت الستيب. طيب معناته حتى يصير الستيدي ستيت ايرور زيرو ديو تو ستيب انبوت شو لازم تكون الكي بي Infinity. Infinity.
ومعناته الفورورد باث ترانسفير فانكشن اللي هو جي اوف اس شو لازم يحتوي؟ لازم يحتوي at least one integrator. يعني هون لازم يكون at least one integrator يعني الان اقل شيء بواحد صح؟ نعم واحد واطلع ومن واحد وفوق. ما انا قلنا لك ايو system type one and above معناته ال kp infinity معناته ال steady state error zero صح؟ نعم. طيب اذا كان يا نشامة ما في عندي integrators if no integrators exist in g معناته واعطينا السيستم ستيب انبوت وكان عندي بنحكي عن يونيتي فيدباك معناته هل راح يطلع معاي فاينايت ستيدي ستيت ايرور اللي هي الحاله الاولى هاي اذا كان ما في عندي انتجريترز اللي هي سيستم تايب 0 معناته الكي بي فاينايت وبناء عليها الستيدي ستيت ايرور فاينايت هاي فاينايت ستيدي ستيت ايرور اذا كان ايش اذا ما كانش إذا كان ما في عندي أي انتجريترز واضح؟ طيب لو كان عندي ما في عندي انتجريترز أوكي نشامة كيف أنا بقدر أقلل الستيدي ستيت ايرور؟ نكبر ال لاحظ الكي تبعتنا هاي منين إجت الكي؟ هاي من الستيب جاي ها؟ من الستيب الكي علي صوتك الستيب الستيب ايوه هاي الماجنتيود تبع الستيب هاي انا ما بتحكم فيها مين اللي بتحكم فيه الدومينيتور اللي تاع الكي بي الكي بي بالتالي حتى اقلل الستيدي ستيت ايرور بقول لك فور تايب 0 هل احنا بنحكي هون عن تايب 0 ولا لا يس الستيدي ستيت ايرور نقدر نقلله اذا الكي بي صارت لارج صارت عاليه فرق معناته الستيدي ستيت ايرور بده يصير ايش هو كونستانت ستيل كونستانت بس بده يقل كماجنيتيود اوكي بس دير بالك اذا واحد منكم بيزيدوا كثير راح نواجه مشاكل وين بالستابيليتي وهذا الحكي راح يبين معنا في الشابتر الجاي اللي هي الروت لوتس اوكي نشامة راح يبين معنا دكتور له رينج معين ايوه هون يا نشامة معناته مش مد وفلح في عندك ليميت وهذا راح يبين معنا في الشابتر اللي هو الجاي انه يا نشامة اذا بتحط فيري لارج فاليوز يمكن يروح لانستيبل واذا بتحط سمول فاليوز بيظل ستيبل بالتالي هون بناء على السيستم اذا بتمدها unlimited معناته بتروح لل unstable region وبالتالي stability تبعتك بتخرب وقت يا نشام اي سؤال يا شباب اي سؤال يا نشام بالتالي هو احنا دائما يا نشام مجرد ما قلنا عملية design وهذا الحكي حكيت لكم يا زمان مجرد ما قلنا عملية اي عملية design لابد ما يكون في عندي إشي اسمه كومبرومايز شو الكومبرومايز؟ الكومبرومايز وحاكم بصححني أوكي إنه بنشتغل على مثل لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم هيك يا حاكم ولا أنا غلطان؟ لا دكتور صح 100% أيوة بالتالي يعني بدك ترضي جميع الأطراف يعني ما في حل مثالي 100% برضي طرف اوكي نشامة وبعطيه اقصى ما يتمنى بدون ما يزعل الطرف الثاني بدك اللي هي نشامة مش واحد ترضيه بالكامل والثاني تكون يطلع زعلان بدك تيجي لحلول وسطية كومبرومايز يعني بدك توازن الامور بالانسينج اوبريشن بالتالي نشامة هون بيجي أهمية في الديزاين وعبارة عن الأمور بتكون عبارة عن مالتي كرايتيريا بالتالي إذا رحت بدك تعمل ساتسفاكشن لكرايتيريا أو خاصية معينة ممكن تخرب خواص أخرى وبالتالي لابد ما تكون ماخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأوبجكتيفز اللي تحط حل وسطي يحقق الحد الأدنى من مطالب
الاوبجكتيفز بالمتعددات هذولا. وانا انشامه بالتالي هون انشامه عندنا الامور بده يكون فيها كومبرومايز. هون اذا احنا بدنا نقلل الستيدي ستيت ايرور فور تايب 0 معناته للمستويات كبيره جدا بدنا نضحي وين بالستابيليتي. ولا ننسى stability. مين الاهم، هل هو الستابيليتي ولا الستيدي ستيت ايرور؟ الدكتور ايش مين الاهم، هل هي الستابيليتي ولا الستيدي ستيت ايرور؟ الستابيليتي ممكن دكتور. ايوه يعني عباره عن نشام، ما بدنا نصير نقول عباره عن احنا فهمنا الستيدي ستيت ايرور ونخلي السيستم انستابل. ما هو اللي صار انستابل انت كل شغلك عباره عن صار هباء منثورا، وبالتالي لازم تظل ضمن الستيبل ريجن، هي الفيرست بريوريتي تبعتك، هي الاولويه الاولى، وبعدين تيجي تقول بدي اقلل مين، بدي اقلل الستيدي ستيت ايرور. وهذا الحكي حكيناه في السابق انه اول هدف من هدف الكنترول سيستمز انه تو هاف ستيبل سيستم، وبعد ما تحقق الاستابيليتي بتصير تعمل ماتشنج للديزيرد سبيسيفيكيشنز. حكيناه ولا لا هشام هذا الحكي بالسابق؟ نعم دكتور. ايوه نعم. وبالتالي هون يا هشام بدك تكون مخك كبير، او زي ما بقولوها بعض الختياريه صدرك واسع، يعني تستوعب كل الاطراف. اي سؤال اي ملاحظه يا هشام؟ اي سؤال اي ملاحظه قبل ما انتقل للبعدين؟ طيب هون يا هشام اذا بنشوف الفيجر هذا، الفيجر هذا هاي في عندي انبوت، لاحظوا هون عندي في ريفرنس انبوت اللي هي اوف ماجنيتيود كي، يونت ستيب اوف ماجنيتيود كي، وهون يا نشامه هذا الاوتبوت. ولاحظ الاوتبوت هون قصينا هاي، قصينا هاي، شايفين القصه؟ شايفين يا نشامه هون في قصه عندي. اه دكتور مبين. ايوه هاي القصه شو يعني؟ يعني وصلنا للستيدي ستيت ايرور. يوم نصل للستيدي ستيت ايرور يعني الفلكتويشنز طارد، هاي الاوسيليشنز طارد، وصلنا للستيدي ستيت فاليو. بالتالي بالحاله هاي وين الانبوت هيو وين الاوتبوت هيو، هل في ايرور بحالتنا ولا لا؟ بالفيجر هذا هل في ايرور ولا لا دكتور؟ في ايرور، في ايرور، عشان الاثنين مش منطبقات فوق بعض. لو كان جايات فوق بعض كان الايرور زيرو، صح؟ نعم. طيب هون يا نشامة هذا معناته السيستم هذا في حالتنا اذا كان ستيب فانكشن والتايب زيرو، معناته 100% لازم يكون التايب زيرو ولا لا يا نشامة؟ لازم يكون تايب زيرو، عشان من التيبل هون شو قلنا؟ تايب زيرو هو الوحيد اللي بيعطيك مين؟ ستيب ستيت ويتش از كونستنت. بينما لو كان التايب واحد او اكثر ما راح يطلع على ستيب ستيت ايرور قديش؟ زيرو راح يكون. زيرو شو يعني زيرو؟ يعني ما في ايرور راح يكون متطابق، يعني راح يطلع المنطبقات فوق بعض بالستيب ستيت، صح؟ نعم. اي سؤال يا نشامه؟ اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال؟ طيب نروح للحاله الثانيه، احنا كل اللي ناقشناه يا نشامه اللي هي مين؟ الستيب فانكشن. هسه بدنا ناخذ الحاله الثانيه للانبوت اللي هو مين؟ الرام فانكشن. وبالتالي بالحاله هاي يا نشامه الار اوف تي اللي هي الانبوت اللي عندنا هي عباره عن اوف ماجنتيود كي و اللي هي مضروبه في تي اللي هي الرام فانكشن ومضروبه في اليونت ستيب. اليونت ستيب يا نشامه ليش ضربناها في اليونت ستيب؟ ليش ضربنا الكي في تي في اليونت ستيب؟ اوكي يا نشامه هون الار اوف تي بحالتنا يساوي الكي اللي هي الماجنتيود في التي اللي هي الرام فانكشن وضربناها في اليونت ستيب فانكشن. طيب تتذكروا كيف رسمت اليونت ستيب فانكشن؟ اليونت ستيب فانكشن يا نشامه بتكون الفاليو تبعته فور اول تايمز ليس ذان زيرو زيرو، وعند الزيرو وين بنط؟ بنط عند الواحد. بالتالي احنا بمعنى اخر يوم ضربنا الهدف من الضرب في اليونت ستيب، اوكي
انه يطلع عندي الفانكشن معرف for all times greater than or equal to zero، يعني يطلع straight line هي، بس مش واحد دبساته مي شو يسوي لي، وانه ما تدلي عن نيجاتيف، ما في بالتايم نيجاتيف، واضح؟ هذا التي اكسس، بالتالي هاي المنطقة مش معربة يا نجام، ما في تايم نيجاتيف، بالتالي احنا بنشتغل for all times greater than or equal to zero، صح؟ بالتالي لو كان K في T لحالها كان أنا بقدر أخذ هاي الأريا، صح؟ ماشي نوع شباب ولا لا؟ معك دكتور. لو كان الK في T معناته أنا ما عندي مشكلة كمعادلة إني أخذ النيجاتيف تايم، أخذ امتداده بالنيجاتيف أريا، بس ليش ضربته باليونت ستيب؟ حتى اليونت ستيب معرف هاي الكرايتيريا تبعته، هذا هو الفانكشن. بالتالي بمعنى آخر أنا الرام فانكشن يوم إجيت ضربته هذا كيف صار رسمته يا نشامة؟ صارت رسمته زي هيك، عبارة عن هيك، أوكي يا نشامة، وفور أول تايمز بلو زيرو زيرو، وعند الزيرو نط بلينير فانكشن اللي هو التي مضروب في الكي، واضح؟ واضح يا شباب؟ بالتالي هاي عشان هيك حطينا يونت ستيب. طيب هسا لو نيجي ناخذ مين اللابلاس ترانسفورم تبع هذا الفانكشن، بطلع كي اوفر اس سكوير. طيب بدنا نيجي نعوض بالاكويشن اللي مرت معنا نهايه المحاضره الماضيه اللي هي نفسها، قلنا لك راح نعيد ونزيد فيها. تعال معي بدنا نعوض فيها الار اوف اس اللي هو هذا، عوض فيها هذا الار اوف اس، اوكي، بيطير واحد من الاسز هون مع الاس، واحد من الاسز اللي هون بصفي عندي هاي هي الفاينل فورمولا، صح؟ طيب معناته يا نشامه تعال معي ودخل الاس على المقام، اضرب الاس، ما هي كي اوفر اس بنضربها في المقام، شو بصير عندي؟ بصير عندي الليمت اس اس ابروتش زيرو لمين؟ البسط النومريتر بضل نفسه، بصير عندي المقام اللي هي اس، يوم ضربنا الاس في هذا التيرم بصير اس بلس اس جي اوف اس، صح؟ طيب تعال دخل الليمت هسه، النومريتر ما في اي اس بضل كي، والدينومينيتر اول بارت منه يوم ناخذ له الليمت بزيرو بصير زيرو، صح؟ والسكند بارت بضل زي ما هو اس في جي اوف اس، بس بناخذ له الليمت از اس ابروتش زيرو. معناته شو صار عندي؟ الفاينل فورمولا بحالتنا هون للرام فانكشن صار عندي هاي الفورمولا، صح؟ اي حدا مش فاهم كيف وصلنا؟ اي حدا طلسم؟ طيب معناته يا نشامه صفى عندي هاي هي الفاينل فورمولا لمين؟ للاي اس اس، اسيومينج انه في عندي رام فانكشن اوف جين كي اوف ماجنتيود كي. طيب اذا اجينا عرفنا المقام، المقام هذا عرفناه وسميناه فيلوسيتي ايرور كونستانت، اللي هي الجي اوف اس مضروبه في الاس، وبناخذ لها الليمت از اس ابروتش زيرو اللي هي نفسها سميناها كي في. معناته اذا حطينا محل الدينومينيتر اللي هون كي في، هل بصير في عندي الاي اس اس از ايكوال تو كي اوفر المقام اللي سميناه كي في ولا لا؟ بصير عندي الفاينل فور هاي هي. ماشيين معي شباب ولا في حدا طلسم؟ معك دكتور. واضح يا شباب؟ اي سؤال؟ طيب عوضناها يا نشامه، معناته يا نشامه هسه صار عندي الستيل ستيت ايرور بيعتمد على مين؟ على الكي في، والكي في برضه بتعتمد على مين؟ على الاس في الجي اوف اس. طيب هاي الكي في اس في الجي اوف اس الليمت از اس ابروتش زيرو، ومره ثانيه الجي اوف اس هاي نفسها اللي بدايه المحاضره ناقشناها، مش راح اعيد وازيد فيها. طيب تعال حط الجي اوف اس هاي اللي هو اخر فورم منها حطه هون، شو بصير عندي؟ الكي في از ايكوال الليمت از اس ابروتش زيرو في اس في الجي اوف اس، وهي الجي اوف اس قلنا لك حط اخر فورم اللي تبعته هون. شو بصير؟ بصير عندي اس اوفر اس تو ذا باور ان، معناته هل بصير عندي الفورمولا هاي ولا لا يا نشامه؟ بصير عندي بالمقام بده يقول لي الباور تبع المقام مقدار واحد اللي هو منين اجى؟ من البسط، صح؟
والليمت اللي عندي هون بدها تظل N0 over D star of 0. ولا ننسى مرة ثانية هاي عبارة عن بطلع ال N of 0 over D star of 0 اللي هي زي ما اشتقناها قبل شوي اللي هي B note over D note. طيب امشي في الديريفيشن KV is equal الليمت هاي في N of 0 over D of 0. دخلنا الليمت هون وحطينا محلها N of 0 over D of 0 واللي هي طلعت ايش؟ هاي. بالتالي حطيناها هون بأول بارت وبعدين طلعناها كومن فاكتور برا وصفى عندي هاي الفورمولا. ماشيين معي لحد هون؟ ماثماتكس مانيبوليشن ما بدهاش شطارة. طيب هسه هاي الترم هذا شو يساوي؟ مش يساوي بي نوت اوفر دي نوت؟ هي حطينا محله بي نوت اوفر دي نوت في الليمت از اس ابروتش زيرو لمين؟ ل 1 اوفر اس تو ذا باور ان ماينس 1. طيب معناته صفى عندي الكي في ديبندنت على السيستم تايب صح؟ الكي في بتعتمد على ان والستيدي ستيت ايرور بيعتمد على مين؟ بيعتمد على الكي في. بالتالي صفى الستيدي ستيت ايرور بيعتمد على الكي في والكي في بتعتمد على مين؟ على السيستم. طيب بالتالي هون بدنا نعمل احنا سامبلينج لديفرنت فاليوز اوف ان. بدنا نعمل سامبلينج لديفرنت فاليوز اوف ان. اول حاله هاي التيبل. طبعا المعلومات هنا شامل موجوده هون والتحاليل هاي بتلاقيها شو ولا بكتاب كنترول سيستم. اوكي نشامه احنا عباره عن بنبسط لك وبنظبط لك بحيث انه باذن الله تعالى المعلومه تخش على مخك غصبت عنك اذا كنت متابع. واذا كنت مش متابع الله لا يقيمك. اوكي نشام بالتالي هيو سيستم تايب ان. اذا كان السيستم تايب زيرو تعال معي هيها الكي في شو راح تطلع معنا؟ راح تطلع زيرو دكتور. هون حط محل الان زيرو معناته الاس هاي تو ذا باور ماينس 1 تطلع فوق معناته عوضها الاس بصفر بتطلع ايش؟ كي في سيكوال تو زيرو. اوكي طيب اذا طلعت الكي في زيرو شو يساوي الستيد ستيت ايرو؟ انفينيتي. انفينيتي يعني السيستم معيط. اللهم صل على النبي عليه. طيب اذا كان السيستم تايب ان بواحد هل هون الاس بتطير؟ واحد ماينس صفر راح يصير زيرو راح يكون واحد. راح يكون واحد معناته هذا كله حكي فاضي. معناته شو راح يطلع الكي في؟ بي نوت اوفر دي نوت. بي نوت اوفر دي نوت معناته الستيدي ستيت ايرور بالحاله هاي شو طلع؟ هيو كي في مضروب فين؟ واللي هو عباره عن ايش بمعنى اخر؟ هو عباره عن كونستنت صح؟ which is equal صح كونستانت. طيب حتى كمان الكي في دكتور كونستانت. اي كيف اكيد الكي في كونستانت. طيب اخر شيء اذا كانت الان باثنين واكثر راح يكون عكس لما يكون بزيرو. ايوه ركز معي اذا كانت من اثنين عند اثنين بصير اثنين ماينس 1 ثلاثة ماينس 1 2. بالتالي بيظل الاس موجودة بالمقام صح. طيب عوض محل الاس الموجودة بالمقام زيرو معناته بصير 1 اوفر زيرو معناته الكي في شو راح تطلع؟ انفينيتي مضروب بالكونستنت راح يكون انفينيتي ولا لا؟ الكي في انفينيتي. طيب معناته الاي اس اس اللي هي كي اوفر كي في شو راح تطلع؟ زيرو. معناته يا نشامه هون صفى عندنا 3 كيسز للستيدي ستيت ايرور يا اما انفينيتي يا اما كونستنت يا اما زيرو. وضحت؟ اوكي نشامه. ومنها بنطلع ملاحظات انه ستيدي ستيت ايرور حتى يكون زيرو ديو تو رامب انبوت كي في لازم تكون انفينيتي. هاي مفروغ منها معناته الفورورد باث ترانسفير فانكشن لازم اتليست يحتوينا على قديش؟
هاي الحالة، احنا بنحكي عن هاي الحالة، لازم يحتوي at least two integrators حتى يعني ناخذ هي steady state error صفر لرامب input، معناته لازم يكون at least عندنا two integrators هي، صح؟ هاي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية، إذا كان عندي finite steady state error بحكي عن هاي الحالة، معناته شو بدي يكون عندي؟ one integrator ب g of s. اوكي طيب الحاله الثالثه اذا كان ما في عندي انتجريترز، معناته بحكي عن الحاله الاولى يا حرام، هون الان بصفر ما في انتجريترز صح، معناته يا نشامه شو الستيدي ستيت ايرور؟ انفينيتي، هي انفينيتي. طيب اذا اخذنا تايب 1، تايب 1 هل الستيدي ستيت ايرور كونستانت بات نوت زيرو؟ كيف بقدر اقلل الكونستانت هذا او الستيدي ستيت ايرور؟ عن طريق زياده مين؟ زياده الكي في دكتور، زياده الكي في. بس نرجع مره ثانيه زي ما حكينا، زي ما حكينا قبل شوي انه اذا كانت الكي في تو لارج معناته بتطلع عندنا مشكله بالستابيليتي. اوكي واخر ملاحظه، اذا كان تايب زيرو هل بيقدر السيستم يعمل فولوينج للرامب انبوت في الستيدي ستيت؟ هو بقول لك الايرور انفينيتي ات ويل نوت فولو، وبالتالي ان كيبابل. بينما تايب 1 بيقدر يعمل فولوينج للانبوت اللي هو الرام، بس راح يطلع عندي فاينايت ايرور. وتايب 2 واكثر بيعطيني زيرو ستيدي ستيت ايرور، يعني ات ويل فولو ات اكزاكتلي. بالتالي كل الحكي هون الملاحظات مبنيه على التيبل هذا. طيب خلينا نشوف الفيجر هذا، الفيجر هذا يا نشامة هيو الانبوت اللي عندي عبارة عن تي مضروب في مين؟ في كي، ومعرف for all times greater than zero عشان هيك ضربناها في اليونت ستيب. طيب الاوتبوت تبعي لاحظ في البداية كان في oscillations وبعدين قصيناه وصلنا للستيدي ستيت وصار parallel. هل الستيدي ستيت ايرور هون بالحالة هاي عبارة عن زيرو؟ لا. ليش؟ عشان انه they are not coincident، يعني مش فوق بعض، معناته السيستم تايب بالحاله هاي شو هو؟ 1. طب لو كان سيستم تايب 0 شو راح يكون الحاله؟ ابدا مش متطابق، بعيد عنه. راح يطلع اللي هو هيو، ما قلنا سيستم تايب 0 راح يطلع انفينيتي، يعني هذا الريسبونس تبعي مش راح يمشي هيك، راح يظل مسند وين؟ على الانفينيتي، راح يظل طالع فوق مش راح يكون بارلل. طيب لو كان سيستم تايب 2 اور مور شو راح يطلع؟ كونستنت دكتور، متطابق 100%. الاثنين فوق بعض، وبالتالي ستيدي ستيت ايرور قديش؟ زيرو ولا لا؟ زيرو. واضح هنا شامه؟ اي سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟ طيب ناخذ الحاله الاخيره اللي هو اذا كان عندي بارابوليك انبوت. اوكي بالتالي هي لاحظ مضروبه في اليونت ستيب عشان نفس السبب اللي قبل شوي مش راح اعيده، وهيها تي سكوير مضروبه في الكي، وهي قسمناها على اثنين بس لسبب في نفس يعقوب شو هو؟ حتى يوم اخذ لها اللابلاس ترانسفورم ما يطلع عندي هون في 2 اور ديفايدد باي 2، بالتالي على اساس تطلع كي في اس تو ذا باور 2 هون قسمناها على اثنين حتى ما يكون في عندي ايش هون ديفايدد باي 2، بالتالي انا بدي اياها بس فانكشن اوف كي واس بدون اي ارقام. بالتالي هاي عباره عن هل هي تي تو ذا باور 2؟ تي تو ذا باور 2 معناته هذا بنسميه اللي هي بارابوليك، واللابلاس تبعها هذا، والستيدي ستيت ايرور بناء على الايكويشنز اللي بالسابق هي مش راح اظل نعيد وزيد. وبالتالي اذا حطينا الار اللي هي هاي بيطلع عندي ايش؟ بيطلع عندي الليمت هاي. اوكي وبطير عندي اس من هون مع اس من هون مصفي بالمقام، في عندي اس تو ذا باور 2 صح، هاي التير هذا بصفي 1 اوفر اس تو ذا باور 2. طيب دخل ال 1 اوفر اس تو ذا باور 2 على الدينومينيتر بيطلع عندي هذا التير بالمقام والبسط نفسه. طيب خذ له الليمت، دخل الليمت على التيرمز هاي، الكي بتظل زي ما هي
وأول بارت بيصير صفر، والبارت الثاني هذا بيظل زي ما هو، وبالتالي بيطلع عندي الفاينل فورمولا هاي هي. ومرة ثالثة إذا سمينا هذا الترم سمينا acceleration error constant. acceleration يعني ka اللي هو المقام اللي عندي هون، سميناه ka. معناته هل بالنهاية بحصل على ال ESS is equal to k over ka هاي؟ واضح يا شامة؟ هاي هي الفاينل فورمولا. طيب هسه يا شامة بدنا نرجع لشغلة، بدنا نرجع لشغلة بس عشان تفهموها وما تبصموها. شو التعريف الكي بي؟ لمين؟ هل هذا تعريف الكي بي المر معنا قبل شوي؟ طيب الكي بي مضروب في اس، جي اس مضروب في اس، واخر شيء الكي اي معاي شباب ولا مع الثانيين؟ هل هذول هن الثلاث تعاريف؟ هذا كان للستيب اللي هي يونت ستيب انبوت، وهذا كان للتي مضروبه في اللي هي الكي في هذا بهمني بس الفورم، وهذا كان للتي سكوير اللي هي البارابوليك، صح؟ طيب هسه تعالوا معاي منين اجينا التسميات بوزيشن وفيلوسيتي واكسلريشن. احنا اذا اجينا افترضنا انه افترض احنا قاعدين بنفترض بس عشان نفهمك، انه اذا افترضنا جي اوف اس هي عباره عن بوزيشن، بالتالي هون الكي بي نقدر نسميها، كون افترضنا جي اوف اس بوزيشن نقدر نسميها كي بوزيشن، بوزيشن ايرور كونستانت. طيب تعالوا معي اذا افترضنا هذا مره ثانيه اللي هو البوزيشن، هاي الاس شو تساوي بالتايم دومين؟ الاس هاي بالتايم دومين شو بتساوي على البوزيشن؟ شو رايكم؟ ديريفاتيف معنى الاس؟ صوت احكي معنى الاس ديريفاتيف. ايوه الاس ديريفاتيف، معناته اذا كان عندك بوزيشن وعملت له ديريفاتيف الاس بالتايم دومين، الاس بالفريكوانسي دومين اللي هي بالكومبلكس فريكوانسي دومين تعادل بالتايم دومين انه ديريفاتيف، وال1 اوفر اس انتجريشن. بالتالي انا از اف انا قاعد بشتق البوزيشن. طب مشتقة البوزيشن شو هي؟ فيلوسيتي. طيب بنرجع مره ثانيه، هاي جي اوف اس اللي هي البوزيشن اللي افترضتها هون، انا باول حاله انا هون How many times I am differentiating the position؟ مرتين. Two times. بالتالي إذا two times معناته خذ the position واعمل له مرتين بالنسبة للtime، شو بطلع معك؟ Acceleration. بالتالي في داعي تبصم شو ال KV وشو ال KA وشو ال KP. ال KP simply بس لل G of S limit. الكي في معناته لازم يكون عندك اس للجي اوف اس، والكي اي لازم يكون عندك اس سكوير حتى تعادل الاكسلريشن. وضحت يا شباب القاعده؟ واضحه القاعده اللي من خلالها بدناش عمليات البصم. بدي على السريع مجرد ما قلت لك كي بي معناته الجي اوف اس مباشره بدون اي اس ملتيبليكيشن، كي في معناته لازم تدخل اس على الجي اوف اس، صح؟ واخر حاله الكي اي لازم يدخل اس سكويرد على الجي اوف اس. اي سؤال يا نشام العرب؟ بس عشان نربط لك الامور ببعضها وما يصير فيك عو ومو
ولا تصير بصيمة. أنا ما بدي بصيمة. أي سؤال يا نشامة؟ أي سؤال؟ وضحت كيف نقدر نربط يعني بدون بصم؟ طيب نرجع يا نشامة لموضوعنا. معناته صفة عندي هاي هي الستيل ستيت ايرور. معناته يا نشامة الستيل ستيت ايرور بده يعتمد على الكي اي، والكي اي مرة ثانية بدها تعتمد على الاس سكوير جي اوف اس. وهذا الحكي معناته مرجعنا للجي اوف اس، معناته هاي الكي اوف اي اللي هي اس سكوير في جي اوف اس. اوكي طيب تعال معي وعوض اللي اخذناه. لا تنسى الجي اوف اس انا قاعد بعيد لك اياها اللي اشتقيناها في بداية المحاضرة بس عشان ترسخ بمخك، عشان عارف لو قلت لك اللي اخذناها بداية المحاضرة بتقول عومو، انا قاعد بعيد لك اياها بكل عملية اشتقاق. معناته تعال طبق الكي اي اللي هي اس سكويرد في الجي اوف اس اللي هي اس سكويرد في هاي. طيب بصير اس سكويرد اوفر اس ذا باور ان في الان اوفر دي ستار، صح؟ طيب معناته هاي التو من هون بتطير وبسوي الان اللي تحت ان ماينس تو، صح؟ طيب معناته يا نشامه بصير عندي الليمت هاي، هاي اول بارت وهذول بدخل عليهن الزيرو بطلع ان زيرو اوفر دي ستار اوف زيرو. شو قلنا عنها هاي؟ انا قاعد بعيد لك كل شيء بالتفاصيل الممله حتى اطلع من خطيتكم. يوم اجيب لكم قصف صاروخي بالفاينل ولا بالمد اقول هذا ما جنته ايديكم. انتم اكثر من هيك توضيح ما بتلاقي. وبالتالي يا نشامه هذا التيرم اللي هو هي اللي هو كونستانت حكينا عنه. طيب معناته بالنهايه الكي اي شو تساوي؟ اللي هي هيها. واذا طلعنا هذا التيرم، هذا التيرم طلعناه برا، هي طلعناه برا وصار عند الليمت هاي، وهذا التيرم شو كان؟ هي التيرم هذا ان اوف زيرو اوفر دي ستار اوف زيرو اللي هو هذا في الليمت هاي. معناته يا نشامة الكي اي نفس الكي في بس اللهم انه اس الباور تبعته ان ماينس 2. انه البفرجن، البفرجن انه بين الكي في والكي اي انه عندي هون هناك ان ماينس 1، هون صارت ان ايش؟ ماينس 2 وبالبوزيشن 1 اوفر اس. لا البوزيشن كان في واحد، عومو لا تنسى في البوزيشن كان في عندي 1 بلس عشان ما في اس عندك دخلت، وين راحت؟ 1 اوفر هاي 1 اوفر اس اوفر ان. لا 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 هون مش بس كي، مش بس كي بي، هذولك الثانيات كي اوفر كي في وكي اوفر كي اي. تمام فاهم. هون في عندي 1 بلس، هناك ما في عندي 1 عشان يوم دخلناها صار عندي هون اس او اس تربيع طارت. لا انا ما بحكي عن الستيدي ستيت ايرور، بحكي عن الكي بي. هيها هون ان، هيها هون عباره عن اللي هي بدون ما تضربها، اوكي اللي هي هيها شايفها اللي هي ان، واللي بعديها الكي في ان ماينس 1 واللي بعديها ان ماينس 2. اوكي بالتالي كله مبين قدامك. اوكي نشامة وبالتالي وين وصلنا؟ عند التيبل. وبالتالي نشامة بناء على الحكي هذا بيطلع معي اذا تايب 0 او تايب 1 راح يعطيني هون ايش؟ اوكي هذول البسط. وبالتالي هذا التيرم راح يكون 0 في النومريتر، معناته الكي اي راح تكون زيرو، ويوم نحطها بالمقام اللي هي هون راح تطلع كي اوفر زيرو معناته انفينيتي. هاي للحالتين هذول نفس الشيء. طيب يوم تكون الان ب2 ال2 مع ال2 بتطير بصفي ما في عندك هون، معناته بترجع مين؟ الكي اي بي نوت اوفر دي نوت والاي اس اس اللي هي هي اللي هي كي في الريفيرس تبعهم. واذا كان الان ثلاثه واكثر هون، اذا كان ثلاثة واكثر معناته يا نشامة ايش؟ راح يطلع معك دائما اتليست في عندك 1 اس بالدينومينيتر، صح؟ اذا ظل عندك 1 اس اتليست بالدينومينيتر معناته الكي اي فيها 1 اوفر 0، معناته الكي اي ايكوال تو وات؟ انفينيتي. واذا كانت الكي انفينيتي معناته الاي اس اس قديش؟
زيرو زيرو. وضحت يا نشامة؟ بالتالي هاي الملاحظات مش راضي نعيد وزير فيها، هاي نفس الملاحظات بس هون احنا مسوينها لمين؟ للبارابوليك، مش راضي نعيد وزير. اوكي، وهاي الحالة انه لاحظ هون يا نشامة هذا الانبوت، الانبوت مش لينير، هيو في تي سكويرد. اوكي، هيو اللي هو عبارة عن بارابوليك. وهذا عبارة عن مين؟ هذا الاوتبوت بالضبط بيكون فيه بالبداية اوسيليشن وبعدين بصير باراليل لمين؟ للانبوت. بس هاي حالة مين؟ هاي حالة تايب مين؟ هاي حالة تايب 2. هاي حالة مين؟ تايب 2. اللي هي منين؟ هيا ارجع للتيبل، وين بيعطيك كونستانت؟ تايب 2. طب لو كان، لو كان تايب 0 ولا 1؟ راح يعطينا الريسبونس تبعي يسند وين؟ بعيد عنه لفوق، حيرفع على بعيد، راح يظل على الانفينيتي، مسند على الانفينيتي. هذا بواد وهذا بواد. لما راح يكون طيب. لو كان اكبر راح يكون زيرو الايرور. لو كان تايب 3 اور مور راح يكون اشتغال، راح يكون المنطبقات، راح يكون المنطبقات فوق بعض، يعني they will be coincident with each other. زيرو ستيل ستيت ايرور، صح؟ اي سؤال يا نشامة؟ طيب هسه لو اجينا جمعنا الثلاثة تيبلز السابقات، جمعنا الثلاثة تيبلز السابقات، بنطلع بالتيبل هذا الشمولي. هذا التيبل اللي عندي هون هو عبارة عن بشمل الثلاثة تيبلز والثلاث حالات. ثلاث حالات مين؟ اللي هي الستيب انبوت والرامب انبوت والبارابوليك انبوت، وبحسب لي برضه الكي اي والكي بي والكي في. لا تنسى انه الكي بي للستيب انبوت، والكي في معرفه للرام، والكي اي معرفه للبارابوليك. وبالتالي اذا بنيجي شو علاقه كل واحد من الايرورز اللي هن هناك بالتيبلز، حكينا اذا كان تايب 0 للستيب انبوت بيطلع كونستانت، واكثر من هيك بيطلع انفينيتي، بحكي عن الايرور كونستانتس. وهون نشامة الكي في بيطلع في البدايه 0 لتايب زيرو، وبيطلع كونستانت لتايب 1، وبيطلع انفينيتي لمين؟ لتايب 2 اور مور. واخر شيء كي اي بيطلع زيرو للحالتين تايب 0 و1، وبيطلع كونستانت لتايب 2 وبيطلع انفينيتي. طب تعال طبق الفورمولاز هذول، لا تنسى انه الكي بي ولا الكي في ولا الكي اي بالمقام، الزيروز اللي هون شو بصيرن؟ بصيرن هون، بصيرن هون انفينيتي، شنو بالمقام، والكونستانت اللي هون بضل كونستانت بس تختلف القيمة تبعته. وين الوضع بحلو؟ وين بصير وضعنا سمنولوز وسكرولوز؟ احنا مصلحتنا يكون زيرو ولا كونستانت ولا انفينيتي الكيز هذول. مصلحتنا الايرور كونستانت يكون ايش؟ هل هي زيروز زيرو ولا كونستانت ولا انفينيتي؟ مصلحتنا يكون انفينيتي. ليش؟ عشان هن وين؟ كلياتن وين؟ بالمقام. معناته متى بحصل على ستيل ستيت ايرور زيرو؟ يوم يكون الكورسبوندينج كي عباره عن ايش؟ انفينيتي. بناخذها بضربه واحده وتصير عباره عن ايش؟ زيرو ستيل ستيت ايرور، واللي اللي فوقيها عباره عن بيطلع كونستانت، واذا توهرفنا وطلعنا لفوق بصير انفينيتي. واضح يا نشامة؟ اي سؤال؟ هذا التيبل زبدة الزبدة. كان وقت المحاضرة دكتور كمان بس. فايل داي ثلاث دقائق صح؟ يس. طيب هذا يا شباب التيبل هذا جمعنا لك فيه زبدة الزبدة. اوكي نشامة؟ بالتالي هذا التيبل مهم جدا جدا. الثري كيسز اللي هن الستيب انبوت والرامب انبوت والبارابوليك انبوت مع as a function of the system type عبارة عن إيش؟ جمعنا لك إياها. ولا ننسى يا نشامة إنه إيش؟ إحنا في بداية المحاضرة شو حكينا؟ هي قلنا لك الستيدي ستيت ايرور
بيعتمد على الار اوف اس من ناحيه الانبوت وبيعتمد على الجي اوف اس من ناحيه، صح؟ بالتالي هذول هن التو فاكتورز الموجودات في التيبل اللي حكينا عنه قبل شوي. لاحظ التيبل هون، ناخذ الار اوف اس اللي هن ديفرنت كيس اوف ار اوف اس، مره ان ستيب مره رامب ومره بارابوليك، واللي بتعلق في الجي اوف اس هو نفسه اللي هو السيستم تايب، اخذنا مره 0 مره 1 مره 2 مره 3 وهلم جره. بالتالي هذا التيبل بيحلل لك التو فاكتورز اللي بيلعبن بمين بالستيد ستيت ايرور، مين هن؟ اللي هي الانبوت فانكشن اللي هي الار اوف اس، والجي اوف اس اللي هي عبرنا عنها بالسيستم تايب. وضحت؟ هذا زبده الزبده، كل ستيد ستيت ايرور ملخص بالتيبل هذا. اي سؤال على التيبل هذا ان شاء الله؟ اي سؤال على التيبل هذا؟ هذا التيبل بدك تكون عارفه، اوكي؟ راح نعطيك في المحاضره الجايه الهنتس انه ما تبصم، الهنتس انه ما تبصم. هون في عندي مجموعه من الملاحظات يمكن هسه ما ظلش وقت اناقشها، even though they are minimal، بس انا بدي عباره عن تاخذ وقتكم بفهمها. فبالتالي هيك بيكون وقفنا هون، اوكي نشامه، والمحاضره الجايه ان شاء الله بنكمل التشابتر الحالي. التشابتر الحالي كله بنقول له بح، وين؟ المحاضرة الجاية. ومن التشابتر الجديد اللي بعديه الروت لوكس ببلش شغل الكنترول سيستمز الأصلي. أي سؤال يا نشام؟ أي سؤال يا نشام العرب؟ دكتور تفضل. تحدد موعد الميل ولا لسه؟ ما اعلنه الكو. الموعد التاريخ ما يعني. قول اعلن الكو ولا ما اعلن؟ ما بعرف. انا وصلني الدرافت الاولية بس ما بدري القسم اعلن ولا لا، والله ما انا متذكر، بس الامتحانات بتبلش من 13 اللي عندي الثلاث مواد، بدريش وين مادتكو. بتبلش من 13/4 لا 18/4 I don't know ولا ال 20/4 يمكن، ما بدريش انا اللي هي مادتكو ضمن اي وحده مش متذكر، بس هي بتبلش مواد الثلاث كورسات بتبلش من 13 يمكن تنتهي يا 19 يا 20، يعني 1 ويك بنكون مخلصينها كلياتها، بس مادتكو ما بعرف وين، يعني مش متذكر. وصلني بس انا مش متذكر شو المادة هاي واي يوم هاي واي يوم هاي لا. بالتالي بس الرينج اعرف رف استيميت انه بين 13 وبين ايش؟ وبين 20 راح يكون كل امتحاناتي. اي سؤال ثاني يا نشامة؟ تمام دكتور. اي سؤال ثاني يا نشامة؟ اوكي هيك بكون خلينا نوقف التسجيل.